تلاميذ تانية بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نديرو لا سيري دي اكزرسيس رقم واحد في لو كور نويو ماس اي انرجي. بالنسبة لهاد لا سيري فيها جو بونس تخوا اكزرسيس. اول اكزرسيس الاول، لا برودكسيون دو لينيرجي دون لي رياكتور نوكليير اي بازي سور لا فيسيون ديرانيوم 235 لورسكان نوترون اورت لو نويو ديرانيوم 235. L'une des fissions possibles conduit à la formation d'un noyau de cérium CE, d'un noyau de sélénium SE, ID, neutron. Mais ce qui est le neutron, qui est l'uranium, qui est la fission, qui est le juge de noyau, qui est le noyau, qui est le noyau. Et nous avons les possibilités qui sont les noyaux de cérium ou sélénium, qui est le neutron. سؤال الأول، إكخيغ ليكواسيون موديليزون سات رياكسيون نوكليير. دونك بالنسبة ليكواسيون سهلة، كنحطو لو نويو بار هو هذا، كنضربوه بالنوترون، يعني غادي نزيدو عليه النوترون، وكنديرو سهم، كنحطو هادو هما لي نويو فيس، هذا وهذا، ولكن معاهم دي نوترون، يعني ما عرفناش شحال ديال لي نوترون. غادي نديرو هنا إكس، والرمز ديال النوترون هو هذا، بحيث انه هاد اكس هو العدد ديال النوترونات، لانه ما حدوش لنا، قال لك غير دي نوترون. الوغ باش نحددو هاد اكس وهاد زد بريم، غنديرو لي الواد الصودي. الواد الصودي كاينين جوج، لا كونسيرفاسيون ديال ا ولا كونسيرفاسيون ديال زد. لا كونسيرفاسيون ديال ا بمعنى انه 235 زائد واحد هي 236، كتساوي هاد 146 زائد هاد 85، فهي زائد اكس في واحد، يعني هي اكس. ولا كونسيرفاسيون ديال زد بمعنى 92 زائد صفر هي 92، كتساوي 58 زائد زد بريم هي زائد اكس فوا صفر. اكس فوا صفر هي صفر، يعني ما غنزيدو والو، صافي. غادي تحسب اكس من هنا، يعني راكم عارفين المعادلة فيها مجهول واحد، اكس غادي يخرج لك هو 5، ونفس الشيء غادي تحسب زد بريم من هاد المعادلة، غادي تخرج لك هي زد بريم كتساوي 34. صافي، غادي تعاود تكتب هاد المعادلة من جديد. غادي تجي بلاصت اكس غادي دير 5، وبلاصت هاد زد بريم غادير 34، وهاديك هي المعادلة. غادي نشوفو لا كيسيون دو، كالكولي اون جول دلتا او لينيرجي برودويت لور دو لا فيسيون دان نويو ديورانيوم. ملي كيقولو لا فيسيون دان نويو زعما لينيرجي ديال لا رياكسيون. باش نحسب لينيرجي دو لا رياكسيون، عندي جوج ديال لي بوسيبيليتي. بوسيبيليتي الاولى هي انه يعطيوك لينيرجي دو ليزون ديال لي نويو اللي مشاركين في هداك التفاعل، اولا كيعطيوك لي ماس. دابا هنا في المعطي عطاونا لي ماس، يعني غادي نستعملو دلتا او كتساوي دلتا ام فوا سي او كاري. ديما كنديرو هاد القضية، كنديرو واحد المعقوفة، كنحسبو دلتا ام هي الاولى وكنخليوها مضروبة في سي او كاري، يعني كنخليوها في التالي. دلتا ام كنديرو لي ماس ديال لي برودوي كاملين، كاين هاد لو برودوي غنديرو لا ماس ديالو، وما عندو حتى شي كويفيسيون هنا، يعني كاين غير بوحدو، غنديرو لا ماس ديالو، زائد هاد لو برودوي غنديرو لا ماس ديالو. ولكن هاد لو برودوي كاينين منهم 5، يعني النوترون كاينين منهم 5، يعني غنديرو 5 فوا لا ماس ديال النوترون. سالينا لي برودوي غنشوفو لي رياكتيف. لي رياكتيف كنديرو ليهم ناقص، يعني غنديرو ناقص لا ماس ديال هذا، ها هي ناقص لا ماس ديال هاد النوترون، صافي غنحسب. ولكن قبل من الاحسن دير واحد الخطوه، هي انه عندك هنا 5 ديال لي ماس ديال النوترون، وهنا عندك وحدة ممكن تحيدها، يعني غتحيد هادي ويبقاو لك 4 هنايا، صافي غتعوض. دابا لاماس ديال السيريوم هي هادي، ها هي 145 فاصلة هاد الرقم، ولاماس ديال السيلينيوم ها هي 84 فاصلة هادشي هذا، زائد 4 ها هي 4. لاماس ديال النوترون ها هي لاماس ديال النوترون، ناقص لاماس ديال اليورانيوم ها هي، وكلهم ديورين بالاو، يعني لينيتي دو ماس اتوميك. وكيف ما قلت لكم في الدرس، دائما بقاو تحسبوا هذا العدد هو الاول، يعني ما تقيسوش هذيك السي او كاري، خليوها في التسع، بقاو غير ديروا هادشي اللي كنقول لكم باش ما تغلطوش في الوطني ولا في الفروض. صافي، غتاخد على الحاسبه ديالك وتحسب هادشي كامل. ها هو حطيتو هنا، غادي يخرج لنا ناقص 0.1772 او، وكتخلي في السي او كاري. دابا شنو قال لي الاستاذ؟ قال لي احسب بالجول. اذا الا بغيتي تحسب بالجول، ها شنو غادي دير؟ غادي تاخد هاد العدد اللي كاين بين معقوفتين، يعني هاد الاو بالضبط، غادي تعوضها، غادي تمسح هاد الاو
وغدير بلاصتها 1.66 في 10 ناقص 27. علاش؟ لأنه 1 U كيساوي 1.66 في 10 ناقص 27 كيلوغرام، يعني لينيتي دو ماس اتوميك كنحولوها للكيلوغرام، وكنخرج برا ديال هاد المعقوفة كنعوض السي او كاري. هاد السي او كاري خصنا نديرو لا فالور ديالها، كتساوي 3 في 10 و 8، و الا درتي 3 و 6 كتعطيك 9، و 10 و 8 و 6 كتعطيك 10 و 16. حفظوها، هادي هي السي او كاري، 9 في 10 و 16. صافي غديرها على حاسبة غتخرج ليه ناقص 2.64 في 10 ناقص 11 جول. هادي طريقة، ممكن دير واحد الطريقة باش وصلنا لهاد النتيجة، وصلنا ليها قبيلة. هادي غادي دير تعوض هاد U، باش غادي تعوضها ب 931.5 ماف على السي او كاري، لأنه هاد U واحد U كيساوي 931.5 ماف على السي او كاري. صافي حيدتها هادي اللي بالخضر، ها باش عوضتها وغادي تختزل بهاد السي او كاري. شنو غيبقى لك هنا؟ الماف. غادي تحسب، يعني غدير هاد العدد و 931.5، غتخرج ليك ناقص 165. هاد النمرة هادي ماف، يعني دابا حسبتيها بالماف. ولا بغيتي تحولها للجول كضربها في 1.6 في 10 ناقص 13، وغادي تحسب، يعني غادي تخرج ليك نفس النتيجة. ولكن هادي في هاد الحالة ما خداماش، لأنه بحال كتقول لواحد فينا هي ودنيك كيقول لك ها هي. الوغ من الأحسن ديرو هادي. دابا غير وريتك باش، لا قال لك مثلا حسب بالماف ثم بالجول، غدير هادي كتحسب بالماف وكتضرب في 1.6 في 10 ناقص 13 كتحول الجول. دابا حسبنا غير لينيرجي ديال لا رياكسيون. اذا لا بغينا لينيرجي برودويت ولا لينيرجي ليبيري بحال بحال، كنديرو تساوي لا فالور ابسولي ديال دلتا او. صافي غدير لا فالور ابسولي كتحيد الناقص، دونك هي 2.64 فوا 10 لا بويسونس موان 11 جول. غادي نشوفو لا كيسيون 3. Un réacteur nucléaire utilise l'uranium 235 actif à 5%. انا غنشرح لكم شنو كتعني هادي. قال لك زعما الا خداو 100 ديال النويو ديال اليورانيوم 235، خداو منهم 100، كيلقاو فيهم 5 هما اللي قابلين لافيسيون، هما اللي اكتيف، هما اللي يقدر دار لهم لافيسيون. هذه هي المعنى ديال 5%. Déterminer en joule l'énergie produite par 1 kg d'uranium actif à 5%. يعني قال لك حسب لي الانرجي اللي غتنتجها لنا 1 كيلوغرام ديال اليورانيوم. اذا كنظن ان السؤال بسيط جدا، غير هو خصك كيفاش غادي تفكر تجاوب، هذا هو الاشكال. المهم il faut déterminer le nombre de noyaux d'uranium 235 qui contenu dans 1 kg. هاد الانرجي راه الانرجي برودويت باغ ان سول نويو. الو حنا غادي نحسبو شحال ديال لي نويو كاينين في 1 كيلوغرام، ومن بعد شنو غنديرو؟ غنضربو هاد الانرجي في العدد ديال لي نويو. صافي باينه. لا كونتيتي دو ماتير كتساوي لا ماس على لا ماس مولير، ولا كونتيتي دو ماتير في نفس الوقت كتساوي لو نومبر دو نويو مقسومه على لا كونسون دافوغادرو. اذا هادي كتساوي هادي، كيعني ان ام على ام كبيره كتساوي ان على ان ا، وبالتالي غادي نجبدو ان ديالنا من هادي. غدير هادي كتساوي هادي، وغادي تجبد ان ديالك، دونك غتخرج لك هي ام لا ماس فوا لا كونسون دافوغادرو مقسوم على لا ماس مولير. صافي غادي نعوضو، غير هو خصك ترد البال. بالنسبه لا ماس هاد ام، هاد ام يعني 1 كيلوغرام ديال اليورانيوم، ولكن ما غناخدوش 1 كيلوغرام. علاش؟ لانه ديك 1 كيلوغرام فيها واحد العدد ديال النويو، ولكن ماشي كلهم اكتيف، راه كل 100 كنلقاو فيهم 5 اللي اكتيف، مفهوم؟ وغير 5 اللي غينتجو لنا الطاقه، يعني ما غناخدوش، يعني واخا تكون عندنا 10 كيلو ولا 8 كيلو، راه غير واحد العدد ديال النويو هما اللي كيكونوا اكتيف، يعني هما اللي كينتجو الطاقه. وبالتالي هاد 1 كيلوغرام خصنا نضربوها في 5%، دونك هذيك هي لا ماس. دونك لا ماس كتساوي 5% في 1 كيلوغرام، بمعنى غدير 5 في 1 مقسومه على 100، هي المعنى ديالها، وغتخرج لك هي 0.05 كيلوغرام. صافي غادي تحولها للغرام. دابا نقول لكم علاش، غضرب هذه في 1000 باش تحولها للغرام، غادي تعطيك هي 50 غرام. صافي غادي نعوضو، ام هي 50 غرام، و ان على كونسون دافوغادرو هي 6.023. هادي راه لينيتي ديالها هي مول موان زان، يعني هنا كاين الغرام وهنا مول موان زان. علاش قلت لكم هادي غتحولوها للغرام؟
علاش؟ لانه لا ماس مولير كتكون بالغرام على المول، وبالتالي هنا كاين مول موانز ان، وهنا خصو يكون الغرام على المول، وديك مول موانز ان غتختزل مع هاد المول اللي كاين لتحت، وهنا كاين الغرام، وبالتالي هذه خصها تكون بالغرام باش يتختزل الغرام. دونك الا درتي هذه بالكيلوغرام خديتيها 0.05 راه تخرج لك النتيجه خاطئه. دابا السؤال هو منين جبتي هاد لا ماس مولير؟ شي وحدين يقدروا يسولوا. لا ماس مولير الشباب مره كيعطيوها في لي زيكزيرسيس ومره ما كيعطيوهاش، ولكن حنا خدامين باليورانيوم وعطاونا السامبول ديالو. ها هو لا ماس مولير كناخدو هي ا دائما، الا ما عطاوهاش كناخدو هادي 235. صافي غادي تحسب وغتلقى 1.28 عشرة أس 23 نويو. إذا 1 كيلوغرام ديال اليورانيوم لقينا فيه 1.28 في 10^23 نويو هما اللي أكتيف، وديجا في السؤال جوج حسبنا لينيرجي برودويت باغ أن سول نويو. إذا إلا بغينا لينيرجي برودويت باغ هاد العدد ديال لي نويو غادي نضربو فقط في لينيرجي اللي حسبنا في السؤال جوج. هادي لقينا 2.64 في 10^-11 جول، هادي ديال واحد نويو. هنا عندنا 1.28 في 10^-23 نويو، إذا غنضربو هاتي في هاد العدد. صافي غادي تخرج لنا هي 3.38 في 10^-12 جول. شوفو لا كيسيون 4، خين سونترال نوكليير فورني إن بويسونس بي إيكالا 1450 ميجا وات، لو روندومو دو لا ترانسفورماسيون دو لينيرجي كالوريفيك أون إنيرجي إلكتريك إي آر كيساوي 34%. Déterminer la masse d'uranium actif à 5% utilisé par ce réacteur au nano. قال لك واحد سونترال، واحد محطة نووية، لا بويسونس ديالها هي 1450 ميجا وات، الروندومو ديالها هو 34. شنو هو الروندومو؟ زعما كتحول ديك السونترال كتحول لينيرجي كالوريفيك الى لينيرجي الكتريك، حيت كاع لي رياكتور نوكليير هادشي اللي كيديرو فيهم اليورانيوم، يعني كاين اللي كيديروا اليورانيوم كيحرقوه، وكتكون واحد لينيرجي كالوريفيك ومنها كاين جو لينيرجي الكتريك. السؤال هو قال لك شحال ديال اليورانيوم غادي تستهلك خلال سنه واحده. السؤال 3 شنو حسبناه؟ هما عطاونا كيلوغرام ديال اليورانيوم اكتيف، حسبنا لينيرجي اللي كينتجها. فهداك السؤال 3 شنو درنا؟ عطاونا هما 1 كيلوغرام، يعني هما عطاو لا ماس وطلبوا منا باش نحسبوا لينيرجي برودويت باغ هذيك لاماس. دابا العكس، هما عطاونا واحد العدد ديال السنوات، ومن هذوك العدد ديال السنوات غادي نجبدوا لينيرجي كونسومي، غادي نسنجو شحال لاماس ديال اليورانيوم اللي غادي تكونسوما. ها نتوما باش تفهموا مزيان، عندنا في السؤال 3 لينيرجي اللي حسبناها هي لينيرجي اللي كينتجها 1 كيلوغرام. دابا حنا بغينا نحسبوا واحد لاماس اللي غتستهلك خلال سنه واحده. صافي هادشي هادي علاقة ثلاثية. الوغ غادي نديرو هاد ام بريم كتساوي هادي في هادي مقسومة على او. دابا هاد او هي اللي خصنا نحسبو، هادي راه عندنا حسبناها في سؤال لي ثلاثة، 1 كيلوغرام راه عدد، وبالتالي هادي خصنا نحسبوها. كيفاش غادي نحسبوها؟ عندنا لينيرجي وهما عطاونا لا بويسونس، وكاينة واحد اون يعني كاينة المدة، حيت هاد السنة راه مدة. الوغ خصنا نربطو بين لينيرجي ولا بويسونس والمدة، كاينة العلاقة درتها لكم في الدرس، هي انه انرجي الكتريك كتساوي لا بويسونس فوا دلتا تي، ولكن حنا ما بغيناش لينيرجي الكتريك، بغينا لينيرجي كونسومي، يعني انرجي ديال اليورانيوم اللي كيستهلكو داك السونترال، ديك السونترال. وبالتالي غنتفكروا واحد العلاقة ديال الروندومو، الروندومو ديال واحد لو رياكتور ولا واحد السونترال كيساوي لينيرجي الكتريك اللي كينتجها لينا مقسومة على لينيرجي اللي كيكونسوميها. دونك لو روندومو كيساوي لينيرجي الكتريك على لينيرجي كونسومي، بويسك خدامين بواحد اون غنديرو لينيرجي كونسومي خلال سنة واحدة، وبالتالي هاد لينيرجي الكتريك كتساوي هادي في هادي، ها هي. وبالتالي هاد لينيرجي الكتريك هي هادي نيت، يعني انه هاد بي فوا دلتا تي كتساوي هاد ار فوا لينيرجي كونسومي. نقدروا نديرو هادي، يعني ار فوا لينيرجي كونسومي كتساوي بي فوا دلتا تي، حنا كنقلبوا على هادي لينيرجي كونسومي خلال سنه واحده، وبالتالي غادي نديرو او سي هي هادي نيت، غير ما درتش بين قوسين هاد واحد اون، كتساوي بي فوا دلتا تي، وكنجيبو هاد ار كنقسمو عليها. صافي غادي نمشيو للعلاقه واحد اللي ديجا درناها في الاطار، هي هادي
حنا درنا ام بريم كتساوي لينيرجي كونسومي خلال سنة واحدة في واحد كيلوغرام مقسومة على او. دابا غادي نديرو هاد انرجي كونسومي غادي تعوضها بي فوا دلتا تي على ار، صافي غتولي بي فوا دلتا تي ها هي ار، وهي هاد او باقا، وهي هاد واحد كيلوغرام باقا بلاصتها، وبالتالي غنعوضو بالنسبة لا بويسونس راه عطاوها لنا هي 1450 ميجا، غنضربوها في 10 و6 باش نحولوها للواط، وبالنسبة لدلتا تي عطاونا سنة واحدة واحد اون فيه 365 جور، ولو جور فيه 24 ساعة، وساعة فيها 3600 ثواني، غادي نضربو في 1 كيلوغرام مقسوم على او. هاد او اللي حسبناها قبيلة، حسبناها في السؤال 3، هي 3.38 في 10 و12، لو روندومو هو 34%، هنا راه 34% ماشي 3%، كاين في المعطيات راه غير هاد الفاصلة كنت باغي ندير 4 ودرت فاصلة، المهم هادي راه 34%، 34 غتقسمها على 100 هي 0.34، صافي غادي تحسب غتلقى 3.97 في 10 و4 كيلوغرام، وهذا هو ليكزارسيس الأول. وغادي نمشيو ليكزارسيس 2، لو كونستيتيون برانسيبال دي سولاي اي لهيدروجين كي برودوي لا رياكسيون دو فيزيون دون لو بيلون اي، 4 ديال الهيدروجين يعني كيندمجو بعضياتهم باش يعطيونا واحد النويو ديال الليليوم زايد 2 في واحد لابارتيكول. السؤال الأول ايدونتيفي لابارتيكول إكس جوستيفيي كالكولي لينيرجي ليبيري اكسيتيرا، المهم غتقراو هادشي كيف العادة. غادي نمشيو لابوريكسيون، ايدونتيفي لابارتيكول إكس باينة، غادي ديرو لي الوات صودي يعني 4 في 1 هي 4 كتساوي هاد 4 هي زايد 2 في A هي 2A، ثم بالنسبة لزد عندك 4 في 1 هي 4 هي كتساوي 2 هي 2، 2 في زد هي 2 زد، صافي عندك مجهول واحد هنا ومجهول واحد هنا، غادي تجبدهم غادي تلقى A كيساوي 0 وغادي تلقى زد كيساوي 1، وبالتالي لا بارتيكول اللي عندها A كيساوي 0 وزد كيساوي 1 هي البوزيترون. اذا سؤال بسيط جدا. السؤال الثاني كالكولي لينيرجي ليبيري بار لا فورماسيون دان نويو ديليوم، كيف العاده كنديرو لينيرجي ديال لا رياكسيون هي الاولى يعني كنديرو لا ماس ديال لي برودوي، كنقصو لا ماس ديال لي رياكتيف كنضربو في سي او كاري، عندنا لي برودوي كاين البوزيترون ولكن منهم 2 يعني 2 فوا لا ماس ديال البوزيترون زائد لا ماس ديال الليليوم ها هي. دابا سالينا لي برودوي غنشوفو لي رياكتيف، لي رياكتيف كاين غير هذا ولكن منهم 4 يعني غنديرو ناقص 4 فوا لا ماس ديال الهيدروجين، صافي غتجي تعوض كيف العادة كتخليو هاد السي او كاري في اتساع وتجيو تعوضو 2 فوا لا ماس ديال البوزيترون ها هي، و لا ماس ديال الليليوم ها هي شحال كتساوي الليليوم اش او هي هادي، غادي نحطوها ناقص 4 ها هي 4، لاماس ديال البروتون هي هادي، غادي تحسب هادشي اللي بين قوسين ولا معقوفتين غادي يخرج لك هاد لا فالور بالاي لانه هادو مديورين باليونيتي دو ماس اتوميك فوا سي او كاري. دابا ما قالكش حسب ليا بالجول ولا بالميف، دونك باش ما بغيتي غادي تحسب، حنا غادي نحسبو بالميف، اذا الا بغينا نحسبو بالميف كنحيدو هاد الاي كنديرو بلاصه 831.5 ميف على سي او كاري، وكيتختز لينا هاد السي او كاري غتبقى هاد العدد فوا هذا، وداكشي اللي غادي يخرج لك غيكون بالمالح. دونك هادي هي لينيرجي دو لا رياكسيون، هما بغاو لينيرجي ليبيري، دونك لينيرجي ليبيري غنديرو لا فالور ابسولي، دونك غتعطينا هي 24.29 ميف. السؤال الثالث ديدويغ لينيرجي ليبيري باغ ان مول ديال ليون فورمي، دابا بغاو لينيرجي ديال واحد مول، حنا حسبنا لينيرجي ليبيري باغ لا فورماسيون دان سول نويو، هنا غنحسبو لينيرجي ليبيري باغ ان مول واحد مول، اذا واحد مول غنشوفو شحال فيها ديال لي نويو، هذا هو المبدا، اذا غادي نديرو ان كتساوي ان على ان ا، وبالتالي هاد العدد ديال لي نويو هو غنديرو ان فوا ان ا، بحيث انه ان مول، ان مول يعني واحد مول، صافي غادي نعوضو هاد ان لا كونتيتي د ماتير بواحد، افوكادرو هي 6.02×10^23، غادي نحسب غتخرج هي 6.02×10^23 نويو، وبالتالي لينيرجي ليبيري نسميوها انرجي ليبيري بريم باغ هاد العدد ديال لي نويو،
لأنه هذا العدد هو اللي كاين في واحد مول. إذن غناخدو هذا العدد هو ضربناه في الانرجي ديال واحد نويو هي 24.29، غادي تخرج لنا هي 1.48 في 10 اس 25 متر. لا كيسيون 4، اون سيبوز كو توت لينيرجي دو فيزيون برودويت اي رايوني بار لو سولاي، يعني ديك لينيرجي اللي كاين تجاه هاد لا فيزيون في الداخل ديال لو سولاي راه كترسلها الشمس للارض، يعني كترسلها ما كتخليهاش عندها. لا بيسونس رايوني سيبوزي كونستانت، يعني بواحد لا بيسونس ديال 3.9 في 10 اس 26 واط. سؤال كالكولي لا بيرت دو ماس سوبي بار لو سولاي اون ان سكوند، وخصكم تعرفوا واحد القضية انو الشمس راه كل سنة ولا كل يوم ولا كل ثانية راه كتمشي لها واحد شوية من لاماس ديالها، يعني كتبقى تنقص مع مرور الزمن، وغير هو واش غادي تسالي ولا ما غاديش تسالي. هادشي كاين نقاش، يعني نقدروا ندير واحد لا فيديو نهضروا على هاد الامور بلي ديتاي، لانه هنا ما يمكنش ندخل كلشي في ليكزيرسيس. دونك باش نحسبوا لا بيرت دو ماس غادي نستعملوا جوج العلاقات ولا ثلاثه. المهم لينيرجي كتساوي لا بيسونس و دلتا تي، لانه عطاونا لا بيسونس خصنا نستغلوها، والعلاقه اللي غادي نخدموا فيها لا بيسونس هي هادي او كتساوي بي فوا دلتا تي. العلاقه ديال اينشتاين هي او كتساوي دلتا ام فوا سي او كاري، وهاد او راه هي هادي، وبالتالي بي فوا دلتا تي كتساوي دلتا ام فوا سي او كاري. الو غادي نحسبوا هاد دلتا ام، يعني دلتا ام غتساوي لك هي بي فوا دلتا تي على سي او كاري. دونك هادي هي لا بيرت دو ماس، وغادي نعوض، يعني بي هي هادي 3.9 في 10 26 بالنسبة لدلتا تي 1 سكوند، ما غاديش نحولوها. ثم سي او كاري يعني غدير لا فيتاز ولا ليميرا لا بويسونس 2، صافي غتحسبو غادي تلقى 4.3 في 10 96 كيلوغرام، يعني في ثانية وحدة هاد لا ماس كتمشي من الشمس خلال ثانية واحدة. غادي نشوفو لا كيسيون 4 بي، لا ماس دي سولاي اي 2 في 10 و 30 كيلوغرام، يعني الكتلة ديال الشمس هي هادي ملي يلاه تخلقات عندها هاد لاماس. ونيفالي سوناج ا 4.6 في 10 و 9 اون، يعني 4.6 مليار سنة هي العمر ديال الشمس حاليا. كيل ماس اتيل بيردو دوبوي كيل غايون، زعما ملي بدات يعني شعلات الشمس شحال ديال الكتلة اللي فقدات من داك التاريخ حتى لدابا. المهم باش نديرو هذا بحال العلاقة الثلاثية وصافي. دونك لو سولاي غايون دوبوي 4.6 فوا 10 لا بويسونس 9 اني، يعني عندو العمر ديال الشمس هو 4.6 مليار سنة. وحنا حسبنا في السؤال اللي قبل شحال لا ماس اللي كتمشي للشمس خلال ثانية واحدة، وبالتالي هاد العدد ديال لي زاني خصنا نشوفو شحال فيهم من ثانية باش نعرفو شحال الكتلة ديال الشمس اللي مشات ليها في هاد العمر كامل. واش مفهوم؟ اذا غادي دير هاد العدد ديال السنوات شحال فيه من ثواني، غتاخد هاد العدد ها هو خديتو ضربتو في 365 باش نحولو للجور، والجور غادي نضربها في 24 باش نحولها للسوايع، والسوايع غنضربها في 3600 باش نحولها للسكوند. اذا هاد العدد ديال السنوات ها شحال فيه من هنا حتى لهنا، يعني غادي تحسب من هنا كامل هادشي اللي غندور عليه. ملي غتحسبوا راه العدد ديال لي سكوند اللي كاينين في هاد العمر، وشفنا في السؤال اللي قبل كل ثانيه شحال كتفقد فيها الشمس، اذا غنضربوا هذاك لو ديفو دو ماس اللي حسبنا في السؤال اللي قبل في العدد ديال لي سكوند اللي كاينين في هاد لاج، هو هذا صافي. غتحسب غتلقى 6.2 في 10 26 كيلوغرام، وبالتالي النسبه ديال هاد لا بيرت دو ماس من الكتله ديال الشمس، هادشي اللي قالوا هنا لا فراكسيون دو سا ماس اكطويل سو لا ريبريزونتيل، يعني شحال النسبة. الشمس الكتلة ديالها هي 2.36 كيلوغرام، يعني هذه هي 100%، وحنا لقينا هاد لاماس غادي نديرو واحد اكس، وبالتالي غدير اكس كيساوي هادي في هادي مقسومة على هادي، وغادي تلقى تقريبا 0.031%. يعني واخا كتبان لكم هادي كبيرة، يعني خلال هاد العمر كله ها شحال فقدات الشمس، يعني لاماس ديالها نقصات فعلا، ولكن الا جيتي دير النسبه راه غتلقى يلا 0.031%، يعني ما بيناش اصلا. وبالتالي حاليا راه باقيين كنحسبوا لاماس ديال الشمس بهاد العدد، يعني كنديروا 2 في 10 و 30 حتى في لي زيكزيرسيس، لانه هاد النسبه ما كتاثرش حيت لاماس ديال الشمس كبيره في الاصل. دونك هذا هو لي زيكزيرسيس الثاني،
غادي نشوفو ليكزارسيس 3. لو نويو دو بيسموت بي اي 212 زاد دي تان نويو راديو اكتيف دو تيب الفا دو لو نويو فيسي تاليوم تي ال ا 81. غادي تقراو كيف العاده هادشي ونمشيو لا كوريكسيون. اكريغ ليكواسيون دو ديزانتيغاسيون دو بيسموت اون ديتيرمينون لي يعني هاد النومبر دو نيكليون اي نو نومبر دو بروتون. غادي نحطو داك بيسموت هو هذا 212 زاد وغيعطينا طاليوم ها هو زائد ليميسيون ديال اليوم حيت قال لك دو تيب الفا. الفا زعما ليميسيون ديال اليوم لي اليوم هو 4 جوج. صافي غادي دير لي الواتسود يعني هادشي بسيط جدا. غدير هاد ا كيساوي 212 ناقص 4 غادي تخرج لك هي 208. وبالنسبه لزد هاد زد غدير هو 81 زائد 2 هي شحال هي 83. صافي هذا هو الجواب. السؤال الثاني كالكولي اون ميف لينيرجي ليبيري بار دي زانتيغراسيون دان نوايو دو بيسموت. يعني ها هو نوايو دو بيسموت وبغينا لينيرجي ليبيري. هنا نشوفوا المعطيات عطاونا لي ماس عطاوهم مزيان وعطاونا دلتا ال وعطاونا لينيرجي دو ليزون. بمعنى باش ما بغيتي غادي تحسب بغيتي دير ديال لينيرجي دو ليزون بغيتي دير دلتا ام في سي او كاري. انا غندير هادي ديال لينيرجي دو ليزون. الا بغينا نحسبو دلتا او باستعمال لينيرجي دو ليزون كنديرو ديال لي رياكتيف ناقص ديال لي برودوي. بالنسبه لي رياكتيف كاين غير هذا دونك غنديرو لينيرجي دو ليزون ديالو ناقص بالنسبه لي برودوي كاين هذا وهذا. يعني غنديرو ناقص لينيرجي دو ليزون ديال الطاليوم ناقص لينيرجي دو ليزون ديال لي اليوم. صافي غنحسب بالنسبه لهادي ها هي في المعطيات. غير كملاحظة الشباب بالنسبة لي فالور نيميريك راه كاين إشكال. مثلا نقدر ندير هاد ليكزارسيس ودير واحد لستاد آخر كتلقاو دي فالور ديفيرونت يعني في النتائج. علاش؟ لأنو هاد لي ماس هادو وهاد لي نيرجي دو ليزون كل واحد شحال ديال الأرقام كياخدو راه الفاصلة وداكشي صراحة تقريبي. يعني كاين لي غياخد مثلا هنا 0.0054 كاين لي كياخد 0.0005 صافي كياخدش 4 تسعود. كاين اللي كياخد 5 5 يعني بلاصة 4 تسعود كيدير 5 أخرى كل واحد كيفاش. المهم نديرو لينيرجي دو ليزون ديال بيسموت ها هي وناقص لينيرجي دو ليزون ديال الطاليوم ها هي ناقص لينيرجي دو ليزون ديال لي اليوم ها هي. غادي تحسب غتلقى ناقص 6.2 ميف. ثم إلا بغينا لينيرجي ليبيغي غنديرو لا فالور أبسولي غتخرجنا هي 6.2 ميف. غنشوفو لا كيسيون 3. Lors d'une désintégration d'un noyau au repos où il n'y a pas production de rayons gamma, le noyau fils a une vitesse quasiment nulle. يعني le noyau fils هذا افترضوا انه ملي تنتج هذا لو نويو فيس ولات عنده واحد لا فيتاس يعني كازيمو نول اعتبروها نول. هي في الحقيقه راه ما غاديش يزكى 100% كيتولد من هذا البيسموت وكيبقى جزء يعني شيئا ما انستابل ولكن افترضوا هما انه لا فيتاس ديالو نول صافي. وقال لك انه لي غيون مو غاما حيت الا ما كانش انستابل خصو يبعث واحد لي غيون مو غاما باش يولي ستابل. الور هما داروا بلي هادوك لي غيون مو غاما ما كاينينش وغادي نزيدو نفترضوا واخا ما عطاوهاش في السؤال غادي نفترضوا هاد بيسمو حتى هو راه عنده لا فيتاس نول صافي. هاد لو نويو بير حتى هو غنفترضوا بلي عنده لا فيتاس نول. الور هاديك لينيرجي ليبيري غادي تحول سو فورم دو لينيرجي سينيتيك ديال لا بارتيكول الفا. غادي تبقى هادي بوحدها اللي كتحرك وبالتالي ديك الطاقه كلها اللي تنجات لينا غادي تحول سو فورم دو لينيرجي سينيتيك ديال لا بارتيكول الفا. صافي غنديرو او ليبيري كتساوي او سي ديال الفا و او سي راه كتساوي ام فوا في او سي 2 على 2 وحده على 2 ام في او كاري هي هادي لينيرجي سينيتيك. صافي ومنها غادي تجبد لا فيتاس. لا فيتاس غتساوي 2 فوا لينيرجي سينيتيك مقسوم على لا ماس ديال لا بارتيكول الفا. صافي غادي تعوض بالنسبه ل 2 راه عدد بالنسبه ل او سي بمعنى او ليبيري لقينا فيها قبيله 6.2 ميف. ميف غادي تحولها لجول. علاش؟ لانه هنا خص يكونوا لي زينيت انترناسيونال. الوغ 6.2 ميف غادي تضربها في 1.16 ناقص 13 باش تحولها لجول. ولماز ديال هاد لابارتيكول الفا ها هي 1.0015
حتى هي كاينه بالاو يونيتي دو ماس اتوميك، غادي تحولها للكيلوغرام، هتضربها في 1.66 × 10 ناقص 27، وغادي تحسبها تلقى 1.3 × 10 7 متر بار سكوند. وهادشي اللي كاين، نتمنى تستافدو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم.